اهلا بكم متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان من مدينه الغردقه من حلقه اسماك السقاله في مدينه الغردقه. وبنرصد لكم النهارده اسعار الاسماك عامله ايه في محافظه البحر الاحمر في مدينه الغردقه من حلقه سمك السقاله. دي اكبر حلقه سمك في محافظه البحر الاحمر وبتجذب عدد كبير جدا من المواطنين ومن السياح من جنسيات مختلفه علشان يشوفوا الاسعار ويشتروا الاسماك في محافظة البحر الأحمر. وزي ما انتم شايفين قدامكم يعني أنواع مختلفة من الأسماك, وفي حلقة أسماك الغردقة اللي بتشهد إقبال كبير جدا من الأجانب ويعني السياح علشان يشتروا الأسماك. زي ما انتم شايفين في الصورة أنواع مختلفة, طبعا جندوفلي والاستاكوزا والجمبري والكاليماري والاخطبوط. هنقول لكم دلوقتي على كل الاسعار, وده جمبري طبعا, جمبري اماراتي وجمبري خليجي وجمبري من البحر الاحمر, واسماك التونه والدراك المشهوره في البحر الاحمر واسعارها المختلفه. معانا قاسم يعني من احد اكبر تجار الغردقه هنا في البحر الاحمر, وهيقول لنا ايه اسعار الاسماك النهارده وايه اكبر الاسماك اللي بتطلب. صباح الفل. صباح الفل. ايه الاخبار؟ ايه الاخبار النهارده؟ ان شاء الله. دي سمكة ايه دي بس؟ دي يا باشا اسمها كشر بابوج او اسمها امور كشر. دي بحر احمر. بحر احمر. حطها لي كده هنا هاسم. معلش. بسم الله. بسم الله. دي بكام الكيلو منها دي بقى؟ دي بالصلاة على النبي عامل 120. تمام. في الدراك عامل 110. ده الدراك ده طبعا كله فوسفور. ده الفوسفور ده كله دراك ده. الخليج اسمه كنعان. كنعان. بس الفوسفور لا الناس بقى. بس صل عنا بحاجه بسم الله. بكام الكيلو منه بقى دلوقتي؟ دراك ب 110. دراك عامل 110. تمام. سمكه مطلوبه بس دي يا اسماء. مطلوبه. في ناس مثلا بتشتريها كتير يعني. مطلوبه ومطلوبه هنا وفي القاهره وفي السويس. بتسفروا انتوا السمك ده بره وكده وتودوه المحافظات والكلام ده. وده بياض ده. ده بياض. زي ما مرتهولي. بعد بالصلاة على النبي. ما شاء الله. 70 جنيه. كيلو البياض ب 70 جنيه. سليخ. سليخ. اسمه بياض سليخ. وده جز. الاصفر ده بياض جز. جز. السليخ ده بيبقى ناعم شوية. فاهم؟ تمام. وده الجز. بياض جز. بالصلاة على النبي. ده بكام بقى البياض الكيلو؟ 70 جنيه. كل واحد السليخ والجز واحد. تمام. دي السمكة اللي لونها احمر دي سمكة ايه؟ دي فارس. دي فارس. فارس. بسم الله ما شاء الله. سمكة فارس. ما شاء الله. دي نوع من انواع الشعور ولا حاجة؟ لا لا لا, ده فارس. ده بيصطاد على بعد 120 متر تحت في الارض. سمكة غزير. سمكة ايه؟ سمكة غزير. بتاع الارض غزير. تمام. بكام الفارس بقى؟ الفارس بس مش موجود كتير في الحلقة. الفارس عامل 120. 120 جنيه بتوجد بس في الشتاء. في الشتاء ده 120 جنيه كيلو. ده مرجان ده. بسم الله ما شاء الله. ده كمان فسفور ده. مرجان فسفور عالي برضه. فسفور عالي ومطلوب. ده موسم بقى. موسم المرجان والفارس والبياض. بكام المرجان؟ المرجان بالصلاة على النبي عامل 140 جنيه. 140 جنيه حاجة بالصلاة على النبي. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. 140 جنيه. ودي كشر دي كبيرة؟ كشر زي ما قلت. شوف الناس. كشر خرانع. بكام الكشر؟ الخرانع ده عامل 110 برضه, هو والبابوك. تمام. والحريد بكام؟ حريد اهو بالصلاة على النبي عامل 65 جنيه النهارده. 65. حريد خضارة حلوة اهو. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. تمام. والبوري؟ بوري المزارع. دي بورة مزارع. عاملة 50 جنيه. أربعات.
4 في الكيلو. ما شاء الله. والبلطي؟ البلطي بسم الله ما شاء الله عامل 30 جنيه بلطي مزارع بلط. بتاع مزارع. ودلوت دلوت بتاع دمر. بحر متوسط ده. سمكة حلوة السمكة دي. دي ايه دي بتمشي ايه بقى دي؟ تمشي سنجاري، تمشي طواجن. في المقلي مش قد كده برضو عشان سمكة دسمة شوية. بس طواجن تمشي حلوة. طواجن مية مية. حاجة بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. وده ايه ده؟ ده عروس؟ الصلاة على النبي. ده ايه ده؟ خرمي. خرمي. شعور خرمي. ده مطلوب برضو شعور الخرم. الخرم مطلوب. بكام بقى شعور الخرم؟ شعور الخرم 85 جنيه النهارده. 85 جنيه. حاجة بسم الله ما شاء الله. بس مش الأسعار رفع شوية الأيام دي؟ رفع الأيام دي عشان الجو هوا عندنا. الجو هوا. لما الجو بيبقى هوا مفيش صيد بتبقى الأسعار رفع. والصيد متواجد دايما بيبقى الأسعار نازلة. تمام. عرض وطلب يا باشا. ده شعور حر ده ولا إيه ده؟ لا لا ده شركس. شركس ها؟ شركس. دي الحر اللي هي الصفرا دي. دي ده شعور حر. الحر النهاردة عامل في السوق 120 جنيه. ده 120 جنيه شعور حر 120 جنيه. والشركس؟ الشركس عامل 90 جنيه. 90 جنيه. الخرم 85. تمام. ورينا بقى عند الرباط. رباط. حطها كده تحت هنا دي. اكلها زي الدنيس ده بالصلاة على النبي. رباط. دي برضو سنجاري بتمشي وبتاع. سنجاري ومقلي وصواني. بحر احمر دي؟ سمكة بحر احمر. اسمها رباق. سمكة بسم الله ما شاء الله. بكام الكيلو بتاع الرباق؟ الرباق عامل 110. 110. حاجة بالصلاة على النبي. ما شاء الله. ربنا يبارك. اللهم بارك. وعندك الاستاكوزا بقى والجمبري وفهمني بقى الدنيا ماشية ازاي. ده سجان ده والعيان. سجان. بالصلاة على النبي. السجان بكام بقى يا باشا؟ السجان اللهم بارك عامل 50 جنيه النهارده. 50 جنيه. بتاع البلد ده بتاع الغردقه. السجان. وده ايه ده بقى؟ ده قاصه. دي نسبه بحر احمر. هنا بيقولوا عليها قاصه. هنا قاصه. دي نسبه بحر احمر. القاصه دي تمشي شوي وقالي وصواني. تمام. حاجه حلوه. ده جندفلي بقى. جندفلي حي بالصلاة على النبي. عامل 45 جنيه. تمام. حاجه حيه. ما شاء الله. الاخطبوط ده بكام بقى؟ ارفع لنا واحد من دول كده. 140 جنيه. 140 جنيه ها؟ اخطبوط ب 140 جنيه. قبل كده بالسلق نص سلقة. تمام؟ بتعمل بعد كده بيطلع من السليق بتاعه وبتقطع بتعمل طواجن الشوح في صلصة. تمام. والاستاكوزا بقى ايه ظروفها؟ الاستاكوزا الوسط عاملة 300 جنيه. دي الوسط؟ دي وسط 300 جنيه. تمام. 2 في الكيلو مثلا؟ لا 4 في الكيلو. 4 في الكيلو. ودي الصغيره دي؟ الصغيره 150. ال7 في الكيلو، ال6 في الكيلو 150. الكبيره بقى؟ الكبيره عامله 400 جنيه. ما شاء الله. ما شاء الله. طيب والبتاع ده؟ كشر الاحمر عامل 60 جنيه 2 في الكيلو. كشر احمر. كشر احمر. والجمبري؟ الاماراتي. اماراتي 35 حبايه في الكيلو ولا حبايه عامل 160 جنيه. وده؟ حاجه بسم الله ما شاء الله. ده عامل 130 جنيه. تمام. كابوريا؟ ايه ده بقى؟ تمام. ما شاء الله. البتاع ده؟ تمام. الصلاة على النبي عامل 120 جنيه. كابوريا بتاع الكنان. تمام. والكاليماري؟ كاليماري حاجة الله بارك. بكام الكاليماري؟ 160. 160. ما شاء الله. ربنا يبارك. انت
متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان. زي ما انتم شايفين طبعا يعني انواع الاسماك المختلفه في البحر الاحمر. ويعني ممكن تقول لنا قاسم برضو ايه اللي بتطلب اكتر حاجه الناس بتشتريها دلوقتي؟ يعني مثلا لو جالك حد اجنبي بيشتري ايه بقى؟ الاجانب بيشتروا جمبري واستاكوزا والجندوفلي. والجندوفلي استاكوزا. المواطنين بقى بتوع الغردقه هنا اهل الغردقه بيشتروا حليب، بيشتروا حليب شعور بيشتروا مرجانة حته دراك. طب ايه السمك اللي فيها فسفور بقى؟ قول لي بقى اللي فيها فسفور. الدراك دي بصراحه حلو، دراك فسفور 90% بالصلاه على النبي. تمام. المرجان ده برضو نفس الكلام 90%. الهامور برضو نسبه 80% في الفسفور. الرباك ده 70% في الفسفور اللي هو الفاستر. أيوة. تمام. الفارس برضو 90% هو الصرع ده ما شاء الله. 100% اللي هو الناجل فسفور 100% بس مش عندي موجود دلوقتي. الدنيس والعروس 100% بس ده دمياطي. اللود ده 80%. فاهمني؟ تمام ما شاء الله. متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، كنا معكم من مدينة الغردقة من حلقة أسماك الغردقة، ورصدنا لكم يعني أنواع الأسماك المختلفة في حلقة سمك الغردقة. ونشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم أنا عماد عرفة من حلقة أسماك الغردقة. شكرا لكم. شكرا.